بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 36 حول موضوع الشيجيلا. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله حنكون مستوعبين المورفولوجي أند الكلتشر والباثوجينيسيس واللاب دياغنوسيس ثم التريتمنت. مورفولوجي أند الكلتشر أكيد انتيرو باكتريسي، أكيد جرام نيجاتيف باسيلاي، نان موتاير، نان كابسوليتد، أكيد بالتأكيد بالتأكيد نان سبور فورمينج. الكالتشر زي ما قلنا الستول ده لانه بناخذ من الستول والستول ملان بكتيريا، فنروح نعملها في الانريتشمنت ميديا اللي هي سرايت اف ونعمل انكوبيشن لمده عند 37 درجه مئويه لمده 12 ساعه الى 24 ساعه حتى نعمل انهيبيشن للبكتيريا اللي هي الكوليفورم بكتيريا اللي هي الاستيشيا كولاي كليبسيلا والجرام بوزيتيف، ونعمل انهانسمنت للشيجيلا. طبعا اكيد فاكالتي فاني روبس بنعمل سب كلتشر على الماكونكي وعلى الاس اس اجار. في الماكونكي اكيد دي بيل ونان لاكتوز فيرمنتر. النقطه الثانيه انها كمان في الاس اس اجار دي بتعمل كلرليس كولونيز وما فيش نو بلاك، ما فيش اي بلاكينج، بحيث انه ما فيش اتش 2 اس برودكشن، فما فيش اي قضيه اسودات في الكلتشر. النقطه المهمه ان الشجيلا دي بنقسمها الى 4 جروبس اكوردنج للاو انتيجين. ففي معانا قضيه الجروب A وفي معانا الجروب B والجروب C والجروب D. الجروب A نسميه شيجيلا ديزنتري وفي منه 13 سيرو تايبس. الجروب B نسميه شيجيلا فليكسينري وفيه 8 سيرو تايبس. الجروب C اللي بنسميه شيجيلا بودياي وفيها 18 سيرو تايبس، والجروب D اللي هو بنسميه شيجيلا سونياي وفيها 1 سيرو تايبس. كلهم بيعملوا باسيلري ديزنتري باستثناء انه الشيجيلا ديزنتري بيكون سيفير الديزيز. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس للديزيز اللي هو الباسيلري ديزنتري. اول امر ان المان هو الاولي ريزرفوار، زي قضيه اللي قلنا عليها اللي هو الانتريك فيفر، ودول ما همش موجودين خالص. المان الوحيد اللي هو الاولي ريزرفوار للشيجيلا ديزنتري، بالتاكيد بتنتقل بالفيكل اورال روت. النقطة الثانية انه هنا فقط الانفكتيف دوز بتكون لو، فقط 100 اورجانيزم ممكن يعملوا الديزيز، وبالتالي لو ما يكون الانفكتيف دوز لو احتمالية الانتقال من بيرسون تو بيرسون العالية، ولذلك بنقول بيرسون تو بيرسون ترانسميشن. حتوصل البكتيريا لللارج انتستن، لو ما توصل لللارج انتستن حتعمل انفيسيفنس، وهنا مفهوم الانفيسيفنس ليس انها تروح البلاد، لا، الانفيسيفنس مفهوم انها يعني بتروح للديستال اليوم والكولون وبتعمل انفيسيف للخلايا دي، لكن اطلاقا ما يحصلش ان الاورجانيزم ده يوصل او يعمل انفيد للبلاد ستريم خالص. طيب تعالوا نشوف ايش اللي هيحصل خطوه خطوه. اول خطوه الشيجيلا لو حصل لها انتقال بالفيكال الروت هيحصل لها اتاتشد على الابيثيريال سيل في الكولون. ها هذا الشيجيلا حصل اتاتشد للعصيه دي او للشيجيلا على الابيثيليال سيل. بعد كده هيحصل لها انتري بالاندوسايتوزس، دخلت بالاندوسايتوزس اهي، دخلت الشيجيلا بالاندوسايتوزس. لو ما تدخل بالاندوسايتوزس دي يحصل لها مالتيبليكيشن في السيتوبلازم، اهو حصل لها مالتيبليكيشن في السيتوبلازم. النقطه الرابعه انه الشيجيلا انفيدز النيبرنج ابيثيريال سيل، ودي بيعمل حاجه مهمه انها بتعمل بتحيد الجهاز المناعي خالص لانه داخل الخليه. فشوفوا كيف حتحصل انفيد، اهو حصلت من داخل الخليه حتصيب خليه ثانيه وحتصيب خليه المجاوره، فبالتالي حيحصل انه انفيدنج للنيبرنج ابيثيريال سيل. طيب الشيجيلا طبعا بتحصل لها مالتي بلاي في كل الخلايا دي، لو ما يحصل لها مالتي بلاي بيحصل رابشر، لو ما يحصل رابشر هيحصل انفلاماتوري ريسبونس، لو ما يحصل انفلاماتوري ريسبونس هيحصل ابسس، فبالتالي هذا الابسس اللي هيحصل هيؤدي الى حاجه مهمه جدا. شايفين كل النيتروفيل جاءت وحصل انفلاماتوري ريسبونس، هتؤدي الى حاجه مهمه اللي هي سيدوممبرينس كولايتس. السيدروممبرينس كولايتس ده كاركترايزد باي الاتي، باي ابدومينال بين، دياريا بتكون في بلادي، في ميوكس وفي بص فيها، في حاجه بنسميها تنسمس، التنسمس اللي هو الزحار بالاضافه الى الفيفر. انكوبيشن بيريد دي حقها كمان من يوم الى 4 ايام.
طبعا ده في كل الشقلة اللي هم فليكسنري وبودياي وصونياي، لكن الشقلة ديزنتري بيحصل نفس الوضع لكن يحصل سيفير. كيف يحصل سيفير وليش يحصل سيفير؟ يحصل سيفير لانه الشقلة ديزنتري معاها توكسين نسميه شيجا توكسين. الشيجا توكسين ده هي بتنتجه فقط الشقلة ديزنتري، وهو طبعا بنسميه احنا هيت ليبل الاكزوتوكسين. ايش بيعمل الشيجا توكسين ده اللي هو اكزوتوكسين؟ اول امر بيعمل انتيرو توكسين، فبالتالي حيؤدي الى دياريا. النقطه الثانيه بيعمل لو تارجت اخر بنسميه السايتوتوكسين، بيروح للخلايا وبيعمل دمج للميوكس ممبرين للكولون. النقطه الثالثه انه كمان لو اكشن نيروتوكسين، فبيروح فبيعمل حاجه بنسميها المينينجزم. دي بالنسبه للشيجا توكسين. كيف نعمل لابراتوري دايجنوستس؟ اول امر الستول الفريش ستول هنشوف ماكروسكوبيك الستول نفسه، هنشوف هل في الستول فيه بلاد وفي ميوكس، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هنشوف مايكروسكوبيك هل فيه في الستول باس وآر بي سيز. النقطة الثالثة هنروح نعمل ستول زي ما قلنا، نزرعه على المكونكي على طول وفي نفس الوقت نزرعه على سرانايت اف ونعمل انكوبيشن لمدة 12 ساعة. لو ظهر في المكونكي على طول نن لكتوز فرمنتر ناخذها، لو ما ظهرش اكيد هنعمل احنا زرعنا على السرانايت اف هنعمل سب كلشر على المكونكي وعلى الاس اس اجار. بعد كده حنروح نعمل حنشوف بعد ما نعمل انكوبيشن حنشوف نان لاكتوز فيرمنتر وحتكون بيل الكولوني، بالاضافه الى ان الكولونيز دي حتظهر كمان سموث اند بيل، وهنا حتكون بحان حتكون بينك كولوني في خاصه في الشيجيلا سونياي لانها ليت لاكتوز فيرمنتر. الاس اس اجار حتظهر عليها الكولوني كلرلس وحتظهر ما فيش اي بلاك لانه ما تنتجش الاتش تو اس برودكشن. النقطه الثانيه ان الشيجيلا دي نعتبرها احنا انرت مايكروب، يعني ما تقدرش تعمل بايوكيميكال رياكشنز، وبالتالي كل او معظم البايوكيميكال رياكشنز حتكون نيجاتيف. تعالوا شوفوا اهو الاندول نيجاتيف، الميثايل ريد اللي هو نيجاتيف، الستريت نيجاتيف، طبعا كي على اي، اليوريا كمان نيجاتيف، الاتش تو اس برودكشن نيجاتيف، نو غاز. فدي معظم الكاركترز للشيجيلا. عشان نتاكد زي ما قلنا ونعمل كونفرميشن نروح نجيب الكولوني اللي احنا شاكين فيها واللي طلعت البايوكيميكال رياكشن حقها في اتجاه الشيجيلا، ونروح نحط عمليه الكولوني دي ونروح نجيب الانتي سيرا لو حصل اجلتريشن. طبعا اكوردنج الجروب، هل جروب اي جروب بي جروب سي، وبالتالي نعملها كونفرميشن للدايجنوسيس زي ما انتم شايفين هنا الاجلتريشن، وهنا ما فيش اي اجلتريشن. وطبعا بعد ما مثلا طلع شيجيلا ديزنتري نروح نشوف ويتش تايب اوف شيجيلا ديزنتري، وبالتالي في معنى للجروب انتي سيرا وفي معنى كمان للسب جروب. طيب التريتمنت، طبعا او المهم انه يحصل كوركشن الفلويد في البدايه، والسبروفلوكساسين يعتبر ايضا دراج اوف تشويس، كمان ممكن الترايميثوبريم سلفا ميثوكسازول يعتبر كمان من اذر دراج اوف تشويس. النقطة التي بعدها طبعا هذه موضوع الشيجيلا، كنا معكم في موضوع الشيجيلا حول المورفولوجي والكلتشر باثوجينيسيس لاب دايجنوسيس وتريتمنت اند البريفنشن. شكرا جزيلا لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.